بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إن الشعب الصحراوي قاطبة أعلن عبر احتفاله بذكرى 10 أيار المجيدة، ذكرى تأسيس الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب في تلك السنة وذلك اليوم، عن تلاحمها الذي لا ينفك وارتباطها الذي لا يقطع والتفافه حول الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب كضامن للوحدة وحامي مشروعنا الوطني في الاستقلال والحرية. لقد كان داعي التأسيس جمع شمل صحراويين تحت لواء واحد، وفي وقت تكالبت قوى الاستعمار الإمبريالية البغيضة على وطننا العزيز، وأرادوا بذلك الإجهاد على الأرض وعلى الشعب على حد سواء، فطوبى لكم وأبشر بصحة النهج وحتيمة الانتصار. فكان قيام هذا الإطار السياسي جامع لكل الصحراويين لتتسالى الإنجازات والمكاسب في خضم صراع شامل مع الذات والمستعمر للوصول إلى تحقيق قيام صرحنا المنشود. فيا أيها الشعب النبيل، إن النظر في هذه الذكرى المجيدة يجعلنا نقف وقفة تبجيل وافتخار أمام ثلة الشهداء وعديد المفقودين والمعطوبين والعشرات من المسجونين الذين سقوا بدمائهم العطرة تاريخ 39 سنة من الكفاح والنضال. وإن أمة يا شعبنا قدمت لمجدها أبناءها وفلذة أكبادها، لحري بها أن تصل إلى مقصودها رغم طول السنين ومرارة الفواجع والآلام. شعبنا المكافح لقد ظهرت في هذه المدة الطويلة، اختيارك الأوحد في تمثيلية واحدة هي الجبهة الشعبية كعنوان أبرز لكفاحك المرير ضد هذا الاحتلال البغيض. ولقد عرف الاحتلال أن كل سياسات التقزيم والتفتيت وخلق بديل عن جبهتنا كان مصيره الفشل، لأنه ارتطم بصخرة إرادة صلبة رافضة مبغضة للمغرب وكل خططه الجوفاء. وإن نخلد هذا اليوم نحن الفعاليات النسائية لبوشدور المحتل، لنحيي جماهيرنا الأبية في كل تواجداتها من حامي الغزلان إلى آخر تواجد للجسم الصحراوي، ونحيي صمود أهالينا في العيون المكلومة حيث تتعرض هذه الأيام لهجمة مسعورة، وندعوكم سابقين إلى الخروج والتظاهر تأجيجا لانتفاضتكم السلمية. ولن يروح دم شهدائنا البررة ولا دموع الثكلى واليتامى هباء منثورا. الدولة الصحراوية المستقلة هي الحل.